حسناء المراكشية سلبت قلب الأمير المغربي مولاي رشيد شقيق الملك وأشهر رجال المملكة ليتزوجها ويدخل القفص الذهبي بعد سنين طويلة من العزوية. فبدأت بذلك قصة العشق الأكثر تميزاً داخل البلاط العلوي. فمن هي هاته الحسناء المحظوظة؟ ما هي علاقتها بالأميرة ليلى سكينة؟ وكيف بدأت قصتها مع الأمير المغربي؟ قناة ونيس، اشتراكك هو أكبر دعم لنا. اسمها أم كلثوم أبو فارس، ولدت سنة 1987 لعائلة مراكشية عريقة ومعروفة، ولها ارتباط كبير بدار المخزن والعائلة الملكية المغربية. فوالدها مولاي المأمون أبو فارس كان والياً على المدينة الحمراء مراكش، وهو ليس بغريب على الأسرة العلوية، فوالدته هي الأميرة ليلى خديجة شقيقة الملك الراحل محمد الخامس. أما والدة أم كلثوم فهي تنتمي إلى عائلة القيد العيادي الذي اشتهر بكونه قائداً شديد الوفاء والإخلاص للمخزن والسلاطين العلويين، خاصة في التعامل مع المستعمر الفرنسي وتشجيعه لصفوف الحركة الوطنية ضد المستعمر بعد نفي السلطان محمد الخامس، لتصل شهرته جميع مناطق البلاد ويصبح له ولعائلته مقام وشأن كبير. كانت أم كلثوم آخر العنقود في عائلتها التي تتكون من شقيق يشتغل في الديوان الأميري وشقيقتين هما عبلة التي سميت على اسم والدة الملك الراحل الحسن الثاني، وأم الغيث، والاثنتان متزوجتان من موظفين ساميين في الدولة وتقطنان بالعاصمة الرباط. وعرفت أم كلثوم منذ صغرها ببساطتها وعفويتها وروحها المرحة التي ورثتها عن والدها مولاي المأمون، والذي يكن له المراكشيون كل الاحترام والود، فقد كان يحب مخالطتهم والاستئناس بنكاتهم وأحاديثهم في المقاهي والمطاعم البسيطة بساحة جامع الفنا، رغم أنه شغل مناصب هامة في الدولة وينحدر من العائلة المالكة. درست أم كلثوم مع النخبة المراكشية في مدرسة أوغست لونواغ التي قضت بها المرحلة الابتدائية قبل أن تنتقل إلى ثانوية فيكتور هيغو، وتنال شهادة الباكالوريا في شعبة الاقتصاد. وبحكم القرابة الدموية التي تجمعها بالعائلة الملكية، فقد كانت تزور القصر الملكي مع والدها، فبدأت قصة صداقتها بالأميرة المغربية ليلى سكينة، وهي ابنة الأميرة ليلى مريم، والمعروفة بكونها حفيدة الحسن الثاني المدللة، فكانت صداقتهما قوية، حتى قيل أن الحسن الثاني أحب أم كلثوم على محبة ليلى سكينة، فقربها من القصر والعائلة، واستمرت صداقتهما حتى سافرت الشابتان للدراسة في فرنسا، إذ اتبعت ليلى سكينة دورة تدريب إعلامي بالقناة الفرنسية الأولى، بينما كانت أم كلثوم تتابع دراستها العليا في مجال الاقتصاد بمعهد تدريس مهن الإدارة والتدبير، الذي قضت به 5 سنوات قبل حصولها على الماستر في التدبير والتواصل. كما كانت أم كلثوم وليلى سكينة رفيقتين في السكن طيلة فترة دراستهما ولم تفترقا أبداً. وقد كان السبب الحقيقي وراء دوام هذه الصداقة هو تشابه شخصية الشابتين، فأم كلثوم هادئة ورزينة تماماً كالأميرة سكينة، متواضعة وذات دم مراكشي خفيف، تعرف جيداً كيف تحترم أصولها ونسبها. كما كانت حريصة طيلة فترة دراستها على الاتصال بعائلتها يومياً مهما تكن الظروف، وشهد جميع زملاء دراستها على حنانها وطيبة قلبها تدمع عيناها لرؤية ضعيف أو سماع قصة حزينة. وفي الجانب الآخر كان الأمير مولاي رشيد، وهو النجل الأصغر للملك المغربي الراحل الحسن الثاني وشقيق الملك الحالي محمد السادس، والأميرات ليلى حسناء وليلى مريم وليلى أسماء، ولد في 20 يونيو 1970 بالرباط التي تابع بها دراسته الجامعية، فحصل على الإجازة في القانون العام ودبلوم القانون المقارن، كما نال الشهادة الثانية للدراسات العليا في شعبة العلاقات الدولية وشهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو. وقد اهتم منذ صغره بالأنشطة الثقافية والرياضية، وكان أميراً محبوباً جداً لدى جميع المغاربة نظراً لرزانته وتواضعه واهتمامه الكبير بشؤون الشباب المغربي. وكان الأمير ملقباً بكونه أشهر عازب في المغرب، فقد بقي عازباً لمدة 44 عاماً، وهو عمر لم يصله أي أمير مغربي من قبل دون أن يتزوج. لكن قراره باستبعاد زواج سيتغير تماماً بعد لقائه مع أم كلثوم.
وذلك خلال حضورها حفل زفاف صديقتها الأميرة السكينة، فخطفت قلب الأمير المغربي بجمالها ورزانتها. ولم تمر سوى شهور قليلة ليقرر الأمير أخيراً أن أم كلثوم هي شريكة حياته المناسبة، فشهد عام 2014 مفاجأة أفرحت المغاربة جميعاً بإعلان القصر المغربي موعد زفاف مولاي رشيد والشابة الحسناء أم كلثوم أبو فارس التي كانت في 27 من عمرها آنذاك، لتشهد مدينة الرباط زفافاً ملكياً مميزاً دام لثلاثة أيام وفق تقاليد القصر الملكي المغربي، إذ خصص اليوم الأول لموكب الهدية والذي ترأسه الملك المغربي محمد السادس، واستقبل بنفسه وفود المباركين لهذا الزفاف منهم عرب وغرب من داخل المغرب وخارجه. واليوم الثاني هو يوم البرزة، وتبرز فيه أناقة أميرات القصر والعروس بقفطين مغربية أصيلة وراقية. وفي اليوم الثالث تصبح العروسة في بيت زوجها، ويقتصر الحفل على الأهل والمقربين. وبعد زفافهما برزت أم كلثوم كأميرة رزينة تليق بمقامها، فكانت تشارك زوجها الزيارات والبروتوكولات الملكية كما يجب، واشتهرت بفخامتها وأناقتها سواء بالمظهر أو التصرف. وفي عام 2016 رزق الزوجان بمولودهما الأول مولاي أحمد، ليصدر قرار ملكي رسمي بحصول أم كلثوم على لقب صاحبة السمو الأميري، ليصبح اسمها رسمياً للا أم كلثوم، ولتدخل ضمن لائحة أميرات المغرب والقصر الملكي العلوي عن استحقاق، وهو الخبر الذي فرح المغاربة جميعاً بسماعه. كما رزق الثنائي عام 2022 بالأمير مولاي عبد السلام، لتكون بذلك الفتاة المحظوظة التي اختارها الأمير المغربي لتكون شريكة حياته بعد سنين من العزوبية، والتي حصلت بفضل رزانتها وحسن تعاملها على مرتبة أميرة، ليرسخ اسمها في الديوان الملكي المغربي للأبد. والأهم أن جميع المقربين من القصر والعائلة الملكية يشهدون بمدى التفاهم والانسجام الذي لا زال قائماً بين الزوجين ليومنا هذا، لتكون بذلك قصة مولاي رشيد ولا أم كلثوم قصة القصر المميزة، وكان آخر ظهور للأميرة مع زوجها بعد تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم، فشوهي الزوجان بالسيارة وسط شارع محمد الخامس بالرباط وهما يحتفلان مع الجماهير الغفيرة، وفرحتهما لا توصف، لتزداد فرحة الشعب المغربي برؤيتهما أكثر وأكثر، ويعلو صوت الأهزيج والغناء في جو وتفاعل رائع يعبر على الحب والاحترام الكبير الذي يكنه الشعب للأميرة المحبوبة للا كلثوم وزوجها مولاي رشيد. فما هو رأيك حول هذه الأميرة المميزة التي اختارها الأمير المغربي لتكون شريكة حياته بعد سنين من العزوبية؟ وهل سبق وسمعت بقصتها من قبل؟ شاركونا رأيكم بالتعليق. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.